بسم الله الرحمن الرحيم. مرحب بكم. نحن من موقع الحدث بسوق مرين، ونحن نحب من داخل سوق مرين نطمن الناس أنه الأوضاع هادئة تماما، في قوة أمنية كبيرة جدا مسيطرة على الأوضاع من قوات مشتركة من الشرطة والجيش والدعم السريع. الآن يعني في مناطق ارتكازات شرق السوق بتقاطع شارع الجمهورية والشارع الرئيسي وأيضا قرب السوق، وفي وسط السوق أيضا في قوات يعني مرابطة الآن تفصل بين المعسكر وأيضا الأحياء السكنية. الآن نطمن كل الناس أن الأوضاع هادئة تماما، ما في أي مشادات، ما في أي زعزعة أمنية في المنطقة، ونتمنى أن كل الناس تلتزم بهذه المبادئ وتلتزم بالقيم. الناس ما يسيروا النعرات، الناس ما يعملوا خطاب كراهية، لابد من يكون في ضبط للنفس وضبط لصوت العقل حتى يعني تسير هذه الأحداث بشكل أفضل. والآن أيضا يعني هنالك يعني إدارات أهلية من الطرفين بأمانة الحكومة يعني إلزام الطرفين بضبط النفس حتى تخرج هذه الأحداث لبر الأمان. وإن شاء الله يعني زالنجي هي بلد الحكمة، بلد الإدارة، بلد القيادة الرشيدة. نتمنى من الجميع الالتزام بصوت العقل حتى يعني تمر هذه الأحداث مرور الكرام.